ما هو تعريف الإيمان؟ إن برني فمطارنا نتوي الإيمان. تعريف الإيمان هو قول باللسان. نتوي إيمان الديفينيشن إيمان دي استنينا نعم ليلا نبا. كأن تقول لا إله إلا الله. وزني هنتنوي لا إله إلا الله سمستوك من بتكون أبتشوا. ولابد هذا الذي تقول بلسانك لابد تعتقد بقلبك. زنوي رفيع زنتين دي ميلا إكين فنوزا رفنوي. الظاهر يصدق الباطن. زنوي زرعتني نوي زن دي إكين أنا تنفنو فشي بابو زن فدرازني فأنا تنفنو زن شي ماني جاز. وتعمل بهذا بالجوارح كالصلاة. أري أبي أني داشي تيجيلن مجزنا من لالن أستونو زي إنت كن إيمان زي أم لالن فلتران الصلاة وربريس. وتعمل بقلبك كالحب تحب الله ولا تحب أحد مع الله. هروشان زي كوزان يفونو كدن الدنيا سما بياكن زي إيمان زي وهوشان بارنوي أني سني أحسن فوزان وفتيابناو أن توب الله سبحانه وتعالى. الإيمان يزيد وينقص. الإيمان نبارنا مستون يزمي عتاد زان إيمان ولا تنفوا المستون هو يزمي جزء. نعيد التعليم مرة أخرى. قول باللسان. نتوي إيمان تيتين زيتين تمليل نبارة. اعتقاد بالقلب. عليه كين فو. عمل القلب وعمل الجوارح. عليه عسان فوزان يا مركمني عسان باتا فوزان. باتكوزان بلا مبياتنا. يزيد وينقص. عليه إيمان تيا متومبو أرمستون هو يزمي هنا.